السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد عن تخفيضات سيارة بيجو 5008 موديل 2020 اللي وصلت ل 25,000 جنيه على جميع فئاتها. الفيديو ده من سلسلة فيديوهات تخفيضات شركات سيارات. احنا عاملين السلسلة دي عشان الناس تبقى عارفة انهي شركات بتخفض فعلا وانهي شركات بتتلاعب وبتعلي وترجع تخفض. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. بعد ما شفنا تخفيضات بيجو 3008 وبيجو 301، بنشوف دلوقتي تخفيضات بيجو 5008 موديل 2020 بشكل رسمي، حيث تم الإعلان عن تخفيضات قوية على معظم سيارات بيجو في مصر. الفترة دي كمان هي فترة تخفيضات قوية جدا، لأننا شفنا من معظم شركات السيارات على أغلب سياراتها تخفيضات كبيرة، ولسه هنشوف تخفيضات تانية إن شاء الله وفئات سعرية مختلفة. شفنا عليها تخفيضات زي ستروين سي 4 مؤخرا وميتسوبيشي إكليبس، والنهاردة بنتكلم في تخفيض بيجو 5008. بيجو 5008 في الأسواق المصرية بتنافس عربيات زي دي اس 5 وكيا سورينتو وفولكس فاجن تجوان، وبسعر الفئات الاولى من العربيات دي هتلاقي الفئات العليا من بيجو 3008، وده بيدل على تسعير غير منطقي لبيجو لعربياتها. 5008 موديل 2020 اتخفض سعرها 25,000 جنيه مصري لجميع الفئات. العربيه نازله باربع فئات في الاسواق المصريه، وبتنافس في فئه سعريه قويه فيها العديد من العربيات البريميوم اللي بتتفوق عليها. تخفيض اول فئه من العربيه بسعر 540,000 جنيه بدل 565,000 جنيه مصري بتخفيض 25,000. تاني فئة من العربية بسعر 575,000 بدل 600,000 جنيه بتخفيض 25,000 جنيه. الفئة الثالثة بسعر 615,000 بدل 640,000 بتخفيض 25,000 جنيه. ورابع فئة من السيارة بسعر 665,000 بدلا من 690,000 جنيه بتخفيض 25,000 جنيه. الفرق بين الاربع فئات ان الفئة الاولى فيها جميع وسائل الامان اللي ب 540,000 جنيه، الفئة الثانية زادت على الفئة الاولى فتحة سقف وكاميرا خلفية نازلة ب 575، الفئة الثالثة زادت فتحة سقف بانوراما وبقت ب 610,000، الفئة الرابعة فيها امكانية غلق الشنطة الخلفية عن بعد ودي بقى سعرها 665,000 جنيه. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.